بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 28 التي أكمل فيها الحديث إن شاء الله تعالى عن جنايات فرنسا على التعليم العربي الإسلامي في الجزائر، وهي جنايات ضخمة. وذكرت في الحلقة الماضية عددا من النصوص الفرنسية التي توضح مدى هذه الجناية وخطورة هذه الجناية على التعليم العربي الإسلامي في الجزائر، وإصرار القوم مسبقا على تحطيم التعليم في الجزائر، وأنهم يريدون إفناء كل ما له علاقة بالتعليم العربي الإسلامي في الجزائر، وفعلوا ذلك بعدة طرق في الحقيقة. ومن المعلوم أن المدنيين وكانوا أقسى وأشد من العسكريين في تطبيق هذا، لأن مر على جزائري مدد كان فيها الحاكم العام عسكريا، فكان همه العسكري، كان همه التوسع والعسكرة والانتصار في المعارك إلى آخره. لكن مر على جزائري مدد كان الحاكم العام فيها مدنيا، والحاكم العام المدني من شأنه أن ينظر إلى الأمور المدنية، قضايا التعليم، قضايا الصحة، قضايا الثقافة العامة، قضايا وعانت الجزائر من ويلات الحاكم المدني أكثر بكثير مما عانت من ويلات الحاكم العسكري في قضايا التعليم. فيعني هذه قضية، يعني من العجائب أن فرنسا استطاعت رغم إصرار، أنا أسميه إصرار المشايخ جزاهم الله خيرا، وإصرار المعلمين الذين يعلمون العربية والإسلام، ومقاومتهم كل وسائل المستخرب الفرنسي في التضييق عليهم وإغلاق مدارسهم وبث الشبهات حولهم والشائعات وأنهم قوم متخلفون، قوم رجعيون، لا ليس عندهم شيء إلى آخره. استطاعت فرنسا رغم إصرار المشايخ واستمرارهم أن تجذب عشرات الآلاف من الأطفال إلى مدارسها التي أنشأتها على مدار 132 سنة، وهذه المدارس كان لها أكبر الأثر في إخراج أجيال يعني أكثرهم ضعيف الانتماء لوطنه، ضعيف الانتماء للغته، ضعيف الانتماء لإسلامه، ما أقول معدوم، بعضهم كان معدوما حقا تماما يعني، وبعضهم تفرنس تماما، لكن أكثرهم كان ضعيف الانتماء، وهذا شيء طبيعي أيها الأخوة والأخوات، لأن فرنسا حرصت كل الحرص أن تبث في الطلاب الذين يأتون إلى مدارسها علو الثقافة الفرنسية، وأن ضرورة من ضرورات العصر وضرورة من ضرورات التعليم، وأن اللغة العربية هي شيء قديم مر، خاصة عندما صدر قانون شوطان وزير الداخلية الفرنسي 1938 بتجريم كل من يعلم العربية في الجزائر وتحريم تعليمها وعدها لغة أجنبية في الجزائر. هذا ساعد على طمس كل محاولات إحياء العربية من جديد وتقوية المدارس الإسلامية العربية من جديد، وهذه مصيبة جرت في الجزائر ابتلي بها إخواننا. أنا لا أتحدث، يعني ليست القضية الآن قضية مصيبة جرت وأمر مضى، بل أتحدث إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا هنالك غلبة للفرنسة في البلاد، على أن البرلمان جزاهم الله خيرا قبل سنوات أصدروا قرارا بتعميم العربية في الجزائر، تعميم العربية في الجزائر، تعميمها كتابة ونطقا في وسائل الإعلام، في الشؤون الإدارية، في الإدارات المختلفة، وهذا أمر جيد ورائع. لكن التطبيق للأسف عانى من إخفاق وفشل، وهذه قضية يجب أن ننتبه لها إخواننا، لأن من مظاهر عزة أي شعب وتحدثه بلغته، أي شعب من مظاهر عزته وكلامه بلغته وحديثه بلغته. وكان شيراك قد انسحب من مؤتمر أوروبي لأن أحد الممثلين الفرنسيين في هذا المؤتمر تحدث بالإنجليزية في المؤتمر، فغضب شيراك وغادر المؤتمر وصاح وسمع صياحه وهو يقول: لماذا يتحدث هذا باللغة الإنجليزية؟ أرأيتم لماذا؟ لأن شيراك يعلم أن اللغة هي من مقومات عز الشعوب ومن مقومات هويتها ومن مقومات حضارتها وثقافتها،
فلينتبه إخواننا الجزائريون لهذه القضية، ولينتبه البرلمان والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الجزائر، لأن هذه قضية خطيرة جدا، فلينتبهوا لها اليوم وليحرصوا عليها بكل ما أوتوا إلى ذلك سبيلا أو ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أن قضية خطيرة، قضية حياته أو موت شعب من الشعوب، قضية لغته. هذا أمر أرجو أن يكون واضحا معلوما. أنا أعلم أن إخواننا الجزائريين هم أوعى مني في هذه القضية وأعلم مني في هذه القضية وأحرص مني طبعا على هذه القضية، لكن باب ذكر فقط، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في 1909 فرنسا سجل في مدارسها الجديدة التي عملتها بداية القرن 10,000 طفل، ومن ذلك التاريخ إلى ما بعده من سنوات قديمة ازدادت نسبة الطلاب الجزائريين مسجلين في مدارس الفرنسية هذه. وإنما أقول مدارس فرنسية لأنها فرنسية تدرس بالفرنسي وفيها الثقافة الفرنسية والعقلية الفرنسية وطرائق التفكير الفرنسية والعلو الفرنسي، ذاك مدارس فرنسية في النهاية. أين تكون ليس مهم، أين تكون في عنابة، في وهران، في قسنطينة، في الجزائر، جنوب، شمال، غرب، شرق، لكن في النهاية هي مدارس فرنسية تغذي الروح الفرنسية وتعلم الفرنسة. ومن ذلك الوقت خرجت أجيال كبيرة وكثيرة جدا في الجزائر، حملت هي على عاتقها بعد ذلك الفرنسة عوضا عن فرنسا. طيب، من العجائب أن عامل وهران انظروا كيف يعملون في تحطيم العربية ومحاصرة مدرسيها. عامل وهران أعطى رخصة لمعلم، وصف هذا المعلم في التقرير أنه مخلص لفرنسا، معلم وصف بأنه مخلص لفرنسا. وكلمة مخلص لفرنسا، لا يعني هذا اللقب الرائع، هذا اللقب العظيم عند الفرنسيين لا يعطى إلا لشخص ثبت ولاؤه، ولشخص أثبتت المخابرات الفرنسية أن ولاءه وعقله لفرنسا، لكنه مدرس عربي يريد أن يعلم العربية. فعامل وهران أعطاه رخصة بعد ثبوت ولائه لفرنسا وأنه لا يعاديها ليعلم العربية، أعطاه الرخصة. لكن ماذا في الرخصة؟ تصوروا مكتوب في الرخصة ماذا؟ اشترط عليه ألا يعلم أكثر من تلميذين. يعني فضيحة. اشترط عليه ألا يعلم أكثر من تلميذين في حياته. وهذه يعني من أعجب ما سمعت من قوانين، وقوانين جائرة وجائرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا قبل أن أتي على المدارس أريد أن أتي على شيء مهم، ماذا صنعوا بالمخطوطات الجزائرية؟ المخطوطات أيضا أبادوا وراقات كثيرة ومراكز نسخ المخطوطات، لأنهم رأوا فيها إحدى الأساسيات لحركة التعليم، أو أحد الدعائم الأساسية لحركة التعليم، وبهذا حرموا أبناء الجزائر من الاتصال بتراثهم، إضافة إلى غلق وحرق الكثير من المدارس والزوايا والجمعيات والمؤسسات الخيرية، مع نقل مجموعة كبيرة من رصيد تلك المكتبات والمخطوطات إلى ومراكز المخطوطات إلى فرنسا. كل ذلك لضرب الثقافة العربية الإسلامية في الجزائر، وإحلال سياسة التجهيل والتخلف مكانها، لدرجة أن أحد الموظفين الفرنسيين الكبار اسمه أوجين فورمستر كتب يقول سنة 1880: لقد فرطنا في تعليم الأهالي حتى نزل إلى مستوى أدنى بكثير مما كان عليه قبل الاحتلال. يعني هذا كلام بعد 50 سنة، نصف قرن من الاحتلال. هل تريدون شهادة أعظم من هذه الشهادة وأصرح من هذه الشهادة؟ طيب، قال قائد وهران في قضية التعليم، قال: لقد استولينا على المدارس لنحولها إلى محلات، ثكنات أي عسكرية، اسطبلات للحيوانات، تصور مدرسة تحول اسطبل للحيوانات، وسلبنا ممتلكات المساجد والمدارس، وادعينا تطبيق مبادئ الثورة الفرنسية على الشعب العربي، على الشعب العربي. وفرنسا اعتمدت من وسائل أساسية لنشر التعليم وتطوير الثقافة الفرنسية المكتبة العامة في الجزائر. لكن المكتبة العامة في الجزائر ماذا فيها؟ فيها طبعا قضايا الفرنسة ونشر الثقافة الفرنسية. هناك قضية سأخصص لها ربما حلقة، ربما أكثر الله أعلم بعد ذلك، وهي قضية خطيرة ومهمة جدا، إحياء
اللغات الأخرى المستعملة في الجزائر، طبعا على رأس البربرية، وقضية البربرة والبربرية وإحياء اللغات البربرية هذه قضية خطيرة ومزعجة جدا، سأتي عليه بالتفصيل في حلقة بعد ذلك. ما أريد الآن أن أدخل في هذه القضية، لكنها كانت تدعو فرنسا إلى محاربة الفصحى وإحياء العاميات. فهناك عامية عربية، عامية بربرية، عامية شاوية، ميزابية، طارقية، تحيا هذه العاميات حتى يحصل بين أبناء الجزائر تفتت كبير وعدم فهم بعضهم بعضا، حتى يحصل ما يريد المستخرب الفرنسي، فرق تسد. وقصة البربر قصة مؤلمة، سأرجعها إلى حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. في الحقيقة السياسة الفرنسية، أنا أتي على اختصار وإيجاز مع ذكر بعض النصوص في النهاية والنسب، الإدارة الفرنسية وضعت لسياستها التعليمية في الجزائر أهدافا ثلاثة: الفرنسة والتنصير والإدماج. أما التنصير فقد تحدثت عنه فيما مضى، ما أعود إليه الآن، لكن التنصير هو وسيلة كبيرة جدا لإخراب أو تخريب التعليم العربي الإسلامي في الجزائر. التنصير كان وسيلة ومن وسائل الضخمة. أما الإدماج فيقصد به ماذا؟ يقصد به أن الجزائر قطعة من فرنسا، يسري عليه ما يسري على فرنسا، وأن الفرنسيين، أن الجزائريين لهم ما للفرنسيين وعليهم ما للفرنسيين. وطبعا هذا الإدماج يؤدي إلى تحطيم كامل لكل مقومات العربية والإسلام في الجزائر. والفرنسة بمعنى نشر الثقافة الفرنسية، ومن ضمنها اللغة طبعا، نشر طرائق الحياة الفرنسية، نشر الأخلاق الفرنسية وطرائق الحياة الفرنسية، الإباحية الفرنسية، سمي ما شئت، المهم أن يكون هناك فرنسة حيث يضمنون تغيير كامل لعقلية الجيل القادم. إذا حصل فرنسة وحصل إدماج وحصل تنصير، طيب التنصير ما استطاعوا أن يفصعوا شيئا كبيرا مع جزائريين، وصلوا إلى حقيقة مفاد هذه الحقيقة أنه يجب أن هذه العقول الجزائرية التي لا تقبل التنصير، إذا نبث فيها شبهات حول الإسلام حتى لا يكونوا مسلمين ولا يكونوا نصارى، بل هم لا دينيون، يصيرون لا دينيين. وإذا صاروا لا دينيين هذه قضية يعني خطيرة، فيصبحون كالبهائم، وهذا الذي هم يريدونه. طيب لكن هنا في خضم هذه الجهالات والظلام المطبق 130 سنة، حقيقة الوظيفة الرائعة التي قامت بها المدارس القرآنية والمساجد والزوايا والمؤسسات الخيرية، وظيفة بارزة جدا في المحافظة على الشخصية الوطنية وانتماءاتها الإسلامية والحضارية والعربية في وجه عمليات التنصير والتغريب والفرنسة الهدامة. وقد صمدت على ما أقيم في وجه من حواجز ومضايقات كثيرة ضيقت بها، وسجن ونفي وتجهيل ووصم بالشبهات ورقابة وتفتيش، شيء كبير جدا. انظروا ما حدث في مدينة قسنطينة في زاوية التلمساني، حيث حولت إلى مقر الهندسة العسكرية ثم إلى مركز تبشيري للراهبات، تبشيري تنفيري ما هو تبشيري. وسيدي بومعزة الذي كان يلقي فيه الشيخ عبد الحميد بن باديس دروسا خصوصية حول أيضا من مؤسسات مندثرة، أيضا مؤسسة عمر الوزان التي هي المسرح البلدي الآن، المسرح البلدي أقيم على مدرسة، وجامع سيدي عبد الرحمن المناطقي، حولته السلطة الفرنسية إلى بنايات سكنية، وسيدي الدب الذي بني على أرض البريد المركزي للمدينة، يعني أيضا هذه فضيحة في الحقيقة. إذن سياسة فرنسا تتلخص في التالي: إبقاء بعض المؤسسات ذرا للرماد في العيون وتعيين موظفين فيها على عين فرنسا، بيع البعض منها بعد نقل رفات الأضرحة، يعني بيع بعض الزوايا المدارس، أنا قلت لكم تمثل أكثر في زوايا، الزوايا كان عادة في ركن من الزاوية يدفن صاحبها، فينقلون الأضرحة منها، رفات الأضرحة، إلى المقبرة الإسلامية ويبيعون الزاوية. وهناك يعني نصوص تثبت هذا، الوقت ما يسمح. طيب تأسيس مدارس أوروبية ومدارس عربية فرنسية لتحل محل الزوايا والتدريس في المساجد، هدم الباقي وإقامة مشاريع عمرانية ومصادرة الأملاك الموقوفة عليه، وهذا ذكرت الأوقاف قبل ذلك، تسريح بقية المشرفين على هذه المؤسسات التعليمية سواء كانت زوايا أو مدارس عربية أو مدارس في خيام في الصحراء أو في مساجد، تسريحهم، الشروع في تأسيس سياسة تعليمية متميزة، وقد ذكرت أن تقوم على الإدماج والفرنسة والتنصير. طيب الشعب سيثور،
مقابل هذا ثار الشعب عدة مرات، ذكر لكم ثورات شعبية ذكرتها فيما مضى، وسأذكر إن شاء الله عندما أتحدث عن الجزائر القرن العشرين سأذكر بعض الثورات أيضا. ذرا للرماد في العيون بادرت السلطات العسكرية الفرنسية لتأسيس مدارس عربية فرنسية، يعني تسمح للطلاب العرب والأوروبيين الفرنسيين بالدراسة فيها. لكن هنا وجدت معارضة كبيرة من بعض الفرنسيين بعض الأوروبيين، ما يريدون أن ينزلوا إلى مستوى الطلاب الجزائريين، يعني يرون أنفسهم أعلى من ذلك بكثير، فوجدت معارضة ومعارضة كبيرة. وحتى الطلاب العرب الذين سمحت لهم فرنسا بالدراسة المدارس الفرنسية في تلك الأيام في القرن التاسع عشر لم تسمح لأي كان، بل لعائلة معروفة بولائها لفرنسا وإخلاصها لها يؤتى بأبنائها وبناتها. لماذا؟ حتى لا يخرج الطالب عن الخط المرسوم له بعد ذلك، فإذا خرج الطالب عن الخط المرسوم له تتولى عائلته تأديبه. تبه قضية خطيرة ويعني خطط خبيثة غاية في الخبث، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا الرفض الكبير لهذه المدارس التي رفضها الإخوان الجزائريون، رفضوا هذه المدارس رفضا تاما على كل الإغراءات التي قدمت لهم، رفضوا خاصة عندما أتت فرنسا بمدرسين الفرنسيين دينيين يعني منصرين بصريح العبارة في مثل هذه المدارس. خاف الأهالي على أبنائهم وبناتهم من التنصير ومن طبعا يعني الحق معهم. مهما يعني فرنسا حاولت بقوة أن تدخل الطلاب الجزائريين لمدارسها، لكن بعد مدة طويلة جدا وجدت أن الطلاب الزوايا والمدارس والخيام في الصحراء يفوقون 40 ضعفا طلاب المدارس الفرنسية. هذا كلام في أواخر القرن التاسع عشر. لذلك حاروا ماذا يصنعون، وجدوا أن هذا السبب في هذا هو أن المدارس العربية والزوايا هذه الموجودة هي سبب، فعمدوا إلى محاربتها بعد ذلك محاربة صريحة وإغلاق كثير منها بتهم متعددة وأعذار مختلفة. أيضا صدر قانون في 13 فبراير 1883 الخاص بتنظيم أمور التعليم في الجزائر، وجعل القانون أمور التعليم في الجزائر فرنسية محضة، شملت كل جوانب التعليم وعملته على فرعين، فرع لأبناء المستوطنين المخربين الأوروبيين والفرنسيين، والفرع الآخر لأبناء الجزائريين، لكن كلاهما يتلقى تعليمه بالفرنسية، والهدف من ذلك إبعاد اللغة العربية عن برامج المدارس الابتدائية. أما مراحل التعليم الثانوي لا تختلف عن مراحل التعليم الابتدائي في شيء، كلها فرنسة في فرنسة. وأصبحت في تلك المدة أواخر القرن التاسع عشر صارت اللغة العربية لغة اختيارية، أما التعليم الأساسي بالفرنسي. في القرن العشرين حرموا العربية كما قلت لكم، قانون شوطان 1938 حرموها تحريما تاما. أقيمت جامعة في الجزائر، أقيمت جامعة في أواخر القرن التاسع عشر في مدينة الجزائر، التعليم فيها باللغة الفرنسية، جامعة استشراقية، بمعنى إيش؟ يعني لا يسمح بفتح أقسام للغة العربية ولا الدراسات الإسلامية ولا التاريخ العربي الجزائري الإسلامي، وإن سمح بشيء من ذلك فهو تحت مظلة أكبر، وهي مظلة الاستشراق، يدرس تحت مظلة الاستشراق، وهذا طبعا في خطر كبير على أبناء الجزائر، وهذا أمر معلوم. أما الجزائريون المتفرنسون الطامحون في التقرب من فرنسا فإن نظرتهم للسياسة التعليمية هي نظرة منفعية، لأن هذه السياسة تجلب لهم منافع، ستجعل فرنسا تجعلهم في مراكز في البلد وتجعلهم أذرعة فرنسا في حكم الجزائر بعد ذلك، إذا كانوا يقبلون على هذه المدارس والجامعات. وبعضهم يعني أقبل وهو جاهل، ما ليس عنده وعي، لا يعلم خطورة هذه المدارس، وخاصة أبناء البادية والصحراء والمناطق البعيدة يجهلون ما الخطر الشديد لتعليم أبنائهم في هذه المدارس، فكانوا يقبلون أيضا عليها. وفرنسا عملت في الحقيقة كل ما في وسعها من أجل
أن تجذب الطلاب إلى هذه المدارس. والطلاب الجزائريون على أقسام، على أقسام طلاب جزائريون في دخولهم هذه المدارس، بعضهم يدخل كما قلت لكم أن آبائهم ولأن أمهاتهم آباء الأمهات كانوا في يسيرون في ركاب المحتل الفرنسي، خاصة في أوائل القرن العشرين بعد أكثر من 70 سنة على الاحتلال، وجدت أجيال يعني تقبل فرنسا، وجدت أجيال تريد الدمج في فرنسا والاندماج كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حلقات القرن العشرين، وجدت أجيال تسير في ركاب فرنسا وولاؤها لفرنسا. وذكرت أنا قضية الولاء لفرنسا في الطرق الصوفية، في المشايخ، مشايخ القبائل العربية، وذكرت هذا فيما مضى. لكن وجدت هذه الأجيال فكانوا يأتون بأبنائهم وبناتهم طبعا، لا شك لا شك. ووجدت أجيال جاهلة لا تعلم خطورة العمل هذا الفرنسي، خاصة الأجيال بعيدة عن مراكز المدن والبلدات، فأتوا بأولادهم أيضا طبعا لأنهم يجهلون، ولكن النسبة الكبرى بقيت متوجسة، متوجسة من التعليم الفرنسي في الجزائر، وما هم حق في هذا، لأنهم رأوا النتائج، الفرنسة والإدماج والتنصير في بعض الأحيان، نعوذ بالله من ذلك ونسأل الله المعافاة، وجدوا النتائج، فلذلك رفضوا تماما هذه قضية التعليم. حتى أن المعلمين كانوا في أواخر القرن التاسع عشر تراجع كبير جدا، لم تجد فرنسا من يعلم، حتى أن اقترحت فرنسا أن تأتي بالمعلمين من مصر وتونس، من مصر وتونس، أن المعلمين من مصر وتونس هي تزعم فرنسا أنهم لن يعادوا فرنسا وسياستها في المنطقة، وأن المعلمين في من فرنسا وتونس لن يكونوا كالمعلمين الجزائريين الذين بينهم وبين فرنسا ثأر كبير وبينهم وبين فرنسا خصومات شديدة. فعمدت إلى جلب معلمين من تونس ومصر لتغطي النقص الكبير جدا في المعلمين الجزائريين. خطط أيها الإخوة والأخوات، خطط وضعت بعناية لاجتثاث الإسلام واجتثاث العربية من الجزائر. وأزعم في نهاية هذه الحلقة، وهي حلقة تختم حلقة سابقة أيضا، أزعم أن إخواننا الجزائريين لو لم يكونوا على قدر كبير جدا من الوعي ومن الدين ومن الإسلام ومن الحب للإسلام والعربية ومن حب بلادهم ووطنهم، لا ذابت العربية واندثر الإسلام منذ وقت طويل في الجزائر. لكن الله تعالى حافظ دينه، ومكر أولئك هو يبور كما أخبر الله تبارك وتعالى، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أو لتزول منه الجبال في قراءة أخرى صحيحة عشرية، هذا صحيح، لكن في النهاية مكر شديد جدا، مكر الليل والنهار كما جاء في آية أخرى أيضا، لكن في النهاية يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. أنبت الله لهؤلاء نبتة رائعة، وما يعرف بعد ذلك جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، أخرج مشايخ عظماء قاوموا هذا المد الطاغي، مد الفرنسة ومد التنصير وكذا وإدماج في الجزائر، وخرجت أجيال تعتز بدينها وإسلامها بفضل الله ومنته ونعمته، هي الأجيال التي قامت عليها الثورة الفرنسية فيما بعد، وهي الأجيال التي تتضح لنا اليوم في الجزائر في صحوة عظيمة، الجزائر تقبل عليها اليوم بفضل الله تعالى. هذه الأجيال هي التي قاومت المستخرب الفرنسي، والأجيال التي وقفت في وجه المستخرب الفرنسي، وهي الأجيال التي وقفت في وجه الفرنسة وفي التعليم العربي والإسلامي. بفضل الله تعالى بقيت الجزائر وبقي الإسلام وبقي القرآن وبقيت العربية، وهلك كل من دعا إلى فرنسة وانقلع إلى بلادي بلا رجعة، وهلك كل من دعا إلى اجتثاث الإسلام من هذه البلاد والزعم بأن هذه البلاد ستكون نصرانية وستكون فرنسية للأبد. اللهم لك الحمد على هذه النعمة الجليلة، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.